بنرحب بحضراتكم مرة تانية ومعانا ضيفة هتكلمنا عن موضوع مهم جدا الحقيقة. هي الأستاذة رشا حسن، مفتش أول أثار في متحف مطار القاهرة الدولي. طبعا هي مفتش أثار بوزارة السياحة والأثار. برحب بحضرتك يا أستاذة رشا. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ يعني بداية أنا كمواطنة مصرية بسافر وبروح مطار القاهرة الدولي كتير، معرفش إن في متحف فعلا. فقولي لي المعلومه دي، ان في متحف في مطار القاهره الدولي. اي حد مسافر بنروح بدري، بنروح قبل السفر بثلاث ساعات، بنخلص الاجراءات بسرعه وبنبقى قاعدين مش بنعمل حاجه. فكره ان في متحف داخل مطار القاهره الدولي دي حاجه مهمه جدا اننا نعرفها عشان نستمتع بوقتنا واحنا منتظرين السفر. بصراحه المتحف فكرته كانت جميله جدا بصراحه، لان كمان هو مفتوح كمان للترانزيت، لان في ناس بتنزل ترانزيت بالثمان ساعات فمتبقاش عارفه تعمل ايه. فهي فكره، هي تعتبر جيت لمصر كلها، يعني بوابه لمصر. حتى اللي مش قادر، اللي ما نزلش اوريدي مصر يقدر يشوف كل الحضاره. ده هو كده بيبقى فيه فرايتي في المتحف من كل القطع الاثريه من جميع العصور. فده بيديكي رؤيه كامله للحضاره المصريه. يعني في ناس، يعني كتير من هنود بالاخص، لما بينزلوا ترانزيت عندنا في المطار وبيشوفوا القطع الاثريه بيقول لا احنا لازم نظبط نزول لمصر. أيوة. علشان نشوف الاثار دي. يعني دي دعايه بسيطه وصغيره لكن هتجذب سياحه طبعاً قادمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن موضوع فقرتنا، وكلميني عن رحلة هنرجع فيها 3400 سنة. ده رقم كبير جدا، عشان نشوف الفرعون الصغير توت عنخ آمون. كلميني عن هذه الرحلة في محاكاة لحياة توت عنخ آمون. أولا هي تجربة استثنائية جدا، انت بتعيشيها ممكن في العمر مرة واحدة، لأن هي حاجة يعني جميلة جدا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مع الشركة الأسبانية اسمها مدريد ديجيتاليس. بصراحة عملوا حاجة يعني ما حصلتش في موضوع توت عنخ آمون. أولا بالتزامن مع افتتاح المقبرة، هي تم اكتشاف المقبرة سنة 1922 في نوفمبر، فهي عدى عليها 101 سنة. أيوه. فطبعا ده خلى العالم كله ينبهر بالفكرة ان هم ازاي عملوا ده في نفس الوقت، توقيت الناس كلها بتحتفل باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي عملت ضجة عالمية. طبعا هي تجربة استثنائية انت بتعيشيها. اولا طريقه العرض بالطرق المبتكره، التكنولوجي المبتكره جدا اكيد. درجه العرض نفسه درجته 360 درجه، يعني انت سراوندد كل حاجه انت بتعيشيها في حياه الملك توت عنخ آمون. هو بالظبط انت بتعيشي يوم في حياته. أيوة. في حياه المصري القديم كمان، يعني في عهد توت عنخ آمون بس في حياه المصري القديم نفسه. يعني بتشوفي هما كانوا بياكلوا ازاي، الحياه كلها بيعملوها ازاي، الزراعه، رعاية الحيوانات، كل الحاجات دي بتشوفيها كأنها مجسمة قدامك، مجسمة باستخدام طبعا أحدث وسائل التكنولوجيا، بمؤثرات سمعية وبصرية هايلة، يعني خيالية بصراحة. مدة العرض بتبقى قد إيه؟ بتبقى حوالي 30 دقيقة. 30 دقيقة مدة مش قليلة مش قليلة يعني. وغير كده هم عملوا يعني بصراحة قطاع المتاحف عامل شغل جامد جدا في تيسير الوصول للموضوع. يعني أنت ممكن بتحجزي الساعة اللي أنت عايزاها في اليوم اللي أنت عايزاها عن طريق السايت بتاعهم. بتقدري تدفعي برضو عن طريق السايت، يعني في فاسيلتيز كتيره قوي بتشجعك ان انت تروحي. ايوه طبعا. ده في المتحف المصري الجديد الكبير. واكيد عندكم برضو في متحف مطار القاهره جزء من العرض ولا بس اعلان عن الحدث؟ لا يعني هو احنا منفصلين عن القصه. أيوة. يعني احنا ما حصلش عندنا، يعني كل متحف بيلعب دور يعني. أيوة. مهم قوي. يعني هم اختاروا توت عنخ آمون كمان لسبب، يعني مش اي ملك. احنا عندنا ملوك كتير عظماء اكيد، عندنا رمسيس الثاني، عندنا تحتمس الثالث، عندنا ملوك كتير عظماء، بس توت عنخ آمون يعني ملك صغير، مات صغير في السن، حكم فتره صغيره، كانت فتره حكمه فيها حاجات كتيره، انتقال من عباده الاله اتون لعباده الاله امون تاني، فكانت حياته مثيره للجدل كده. ايوه. فهم طبعا بقوا ايقونه طبعا، لان توت عنخ آمون المقبره الوحيده اللي تم اكتشافها كامله، ما حدش مسها ولا لصوص عرفوا يوصلوا لها. فدي كانت برضو البوينت برضو مهمه جدا، ان الملك ده يعني يستحوذ على كل الاهتمام ده اكيد. فتوت عنخ آمون بصراحه هو ايقونه عالميه، مش مصريه بس.
طيب خلينا نتكلم عن المتحف المصري الكبير، وبنتكلم انه اول متحف مصري صديق للبيئه. يعني ايه صديق للبيئه؟ اولا هو اخذ شهاده الهرم الذهبي لاول بناء اخضر في مصر. معنى بناء اخضر يعني من اول التصميم الهندسي للبناء نفسه، وهو بكل حاجة صديقة للبيئة. كل حاجة بنستخدمها استخدام جيد للبيئة، ما بيلوث البيئة، من أول التصميم الهندسي اللي بيعتمد فيه على الطاقة المتجددة اللي احنا بنستخدمها. يعني التصميم نفسه متصمم ان في المنافذ بتاعت المتحف نفسها نستخدم فيها طاقة اللي هي الرياح مثلا، علشان ده تخفيف من استخدام التكييفات. مثلا بالإضاءة نفسها بنستخدم الشمس، بنحاول ان احنا نستثمر وجود الشمس عندنا، دي طاقة متجددة. كل ده من حاجات من عوامل الاستدامة. الاستدامة اللي هي ان انا احافظ او عدم استنزاف الموارد الطبيعيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، والحفاظ عليها للاجيال اللي جايه. اكيد. فده بصراحه كانت خطوه كبيره جدا لمصر. احنا ما خدناش شهادات بس يعني محليه، احنا خدنا شهادات عالميه بالنسبه للمتحف المصري الكبير. طيب المتاحف دلوقتي اصبح ليها دور كبير جدا في المشاركه المجتمعيه وفي الحفاظ على البيئه. كلميني برضو عن دور المتاحف بشكل عام. هو الكونسبت نفسه بتاع المتحف اتغير. يعني ما بقاش المتحف هو المكان بس اللي انت بتروحيه بتشوفي فيه الانتيكات والحاجات القديمه والصور، الحاجات النقوش والحاجات المعابد اللي قبل كده. لا، هو دوره بقى توعوي اكتر، بقى ليه دور في التنميه الثقافيه والاقتصاديه كمان في البلد. ايوه، يعني احنا كمان مش بنهتم بس بالحاجات اللي هي القديمه، احنا بنهتم بالانسان اللي صنع الحضاره دي. اكيد. فدي بوينت مهمه جدا، لازم اللي يبقى عارف ان دور المتحف دلوقتي اتغير. واحنا جوه المتحف نفسه بيبقى فيه مشاركه مجتمعيه. يعني في مجموعات نفسها في المتحف، فكل المتاحف دلوقتي يعني بصراحه قطاع المتاحف بيلعب دور جامد جدا جدا في موضوع التوعيه والثقافه دي، ان انت زيارتك مش بتنتهي بانتهاء خروجك من المتحف، دي بتبتدي، لان احنا اوريدي بنتواصل مع الزائرين بعد كده. هو في المتحف بنعمل انشطه كتيره جدا، في عندنا برامج معينه للاطفال وللكبار، بيخلي الميوزيوم نفسه يعني اكسايتد اكتر. ايوه، بيبقى عندهم شغف يعني بالزبط. عايزين يستكملوا الرحله، حتى لو زياره المتحف خلصت النهارده، لكن طبعاً رحلة في حياة المصري القديم لسه طويلة قوي. طبعا، وهم كمان دلوقتي يعني احنا كمان في اتجاه ان احنا غير المتاحف الخضراء، احنا في اتجاه ان احنا في قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، ودي طبعا الرؤية 2030 السيد الرئيس بنهتم بيهم قوي. ايوه، وبقينا يعني بنعيش حياتهم علشان نخلي المتحف ده بالنسبة لهم مكان يحبوا يروحوه. اكيد. مش قصر بس على اللي هم الناس العاديين. الناس العادية. بقى في مسارات خاصة كده لذوي البصيرة مثلا، بقى في شاشات عرض ديجيتال ممكن تستخدميها علشان تسمعي حتى لو ما كنتش بتشوفي مثلا كويس. في حاجات كتير يعني فاسيلتيز كتيره دلوقتي موجوده في قطاع المتاحف. اكيد. طيب حضرتك كمان شاركتي السنه اللي فاتت في تجربه وتدريب في المتحف المانيا، كلميني عن هذه التجربه. هي كانت سمر سكول في متاحف المانيا. طبعا يعني انا كنت وانا متخيله وانا مسافره المانيا، لا انا هشوف بقى يعني الفضاء يعني. فلقيت الدنيا يعني هم بيستخدموا اقل الامكانيات بيعملوا بيها اعظم البروجكتس. فهي دي البوينت اللي انا لعبت عليها بعد ما رجعت، ان انا نقلت كل ده طبعا لزمايلي، لكل الناس اللي عملت محاضرات كتيره جدا في الموضوع ده، لان انا لقيتهم بيستخدموا حاجات امكانيات بسيطه جدا. يعني مش قادره اقول لكم عاملين متاحف في كل حاجه، احنا اللي عندنا الاف الاثار، احنا اللي عندنا الفرايتي كلها. يعني احنا ممكن نعمل مليون ميوزيوم زي اللي انا شفتهم هناك. ايوه، بيعملوا وركشوبس واكتيفيتيز وكرافتس، حاجات بسيطه جدا بس قد ايه مؤثره. يعني بيستخدموا مثلا، شفت وركشوب مثلا بيستخدموا الخوص، الحاجات اللي هي اوريدي افيلبل عندنا، ده احنا عندنا موجوده عندنا في الفيوم بالظبط. في كل حته في مصر. أيوة. يعني الموضوع مش صعب، هي دي البوينت اللي انا لعبت عليها، هم بالظبط بيستخدموا السهل الممتنع. أيوة. يعني حاجات سهله جدا احنا عندنا ممكن نلاقيها في كل مكان، وممكن نستخدمها بشكل احسن من اللي موجودين فيه. هم بيدوا قيمه لكل حاجه بسيطه. يعني انا شفت متحف لحاجات التسعينات، التسجيل، شرايط الكاسيت. انا لو اديت ابني دلوقتي شريط كاسيت هو مش هيعرف ايه ده.
فيعني هم تخيلي هم بيعيدوا قد ايه ذكريات، حتى حاجات مش قديمه، مش انتيكات يعني، لا حاجات حتى قريب مش من بعيد. ايوه. طيب أستاذة رشا، إحنا عندنا جزء من شغلك على الإنترنت، خلينا نشوفه ونرجع مرة تانية. نتابع أستاذة رشا على اليوتيوب ونرجع مرة تانية. حقيقة شغلك جميل، وبعدين بتتكلمي بطريقة بسيطة جدا علشان توصل لكل الناس. ليه فكرتي أنك تعملي بيج على اليوتيوب أو محتوى على اليوتيوب بيكلم عن آثار مصر؟ اولا انا لقيت المحتويات دلوقتي او الناس بقت اهتماماتها اتغيرت عن قبل كده. احنا كنا بنفرح قوي واحنا صغيرين بكتاب جديد نجيبه، بمجله، بمعلومه جديده نعرفها. الموضوع اختلف دلوقتي خالص. ان انا افكر ان انا اعمل محتوى ثقافي بحت، فده هيبقى صعب جدا جدا في الميديا اللي احنا عايشين فيها. ايوه طبعا. فانا عندي زمايلي من ايام الكليه، فانا كنت لما كنت بقعد احكي لهم الحكايات مثلا، اي حاجه بقراها، اي قصه عندنا في التاريخ او كده، فكانوا دايما بيقولوا لي اسلوبك يا رشا لطيف، يعني انت بسطتي لنا يعني وصلتي المعلومه بطريقه لايت وخفيفه يعني. فبصراحه زوجي دعمني جدا في الموضوع، ان هو ان انا اعمل شانل على اليوتيوب احكي فيها حكايات اثريه واقول فيها معلومات اثريه بطريقه لايت، اجيب كوميكس، حاجات بسيطه من الافلام او المسلسلات، مش عشان حاجه، علشان بس يعني انا عندي هدف عايزه اوصل له. انا عايزه ادي لحضرتك معلومه، فعايزه اوصلها لك، بس يا ريتك تكملي الفيديو دلوقتي. أيوه. مفيش حد بيقدر يقعد على فيديو 5 دقايق، ده هيبقى كتير قوي. بالظبط. فدي كانت مشكله بصراحه بتواجهني لحد ما يعني عملت الكونتنت ده، واتمنى ان هو يعجب الناس، والحمد لله ان هو وصل يعني. لا ان شاء الله يعجب الناس. وفكره انك استخدمتي الكوميكس دي فكره برضو مواكبه للعصر، يعني هتجذبي نوع مختلف من الجمهور، مش بس الجمهور اللي بيدور على الثقافه وعايز حاجه تقيله، لا هتجذبي شباب وصغار سن. وصدقيني يعني احنا مش بس احنا اللي مهتمين بموضوع الاثار والتاريخ، لا احنا عندنا ناس من بره كتير يعني. الحمد لله انا كان عندي ناس فولورز من امريكا، هم ما يعرفوش حاجه عن مصر يعني، ومش عارفين حاجه عن مصر، فبالصدفه بيشوف الفيديوز على الانستا والحاجات والتيك توك والحاجات دي. فانا عايزه اقول لك ان هم خططوا يعملوا يعني رحله هنا مصر، وجم فعلا مصر، واخدتهم في تريب يعني في تور كده حوالين المتاحف، في المتحف المصري والمتحف القبطي. مش قادره اقول لكم منبهروا قد ايه. كل ده من فيديو بيضحك، بس انا يعني انا حسيت ان انا عرفت اوصل بقى يعني، انا كده دي هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله. هو ده الهدف، والحقيقه هدف جميل، ويا رب تستمري فيه. مرسي. ان شاء الله والموضوع ينتشر اكتر. مرسي. ضيفتنا اللي كانت منورانا الاستاذه رشا حسن، مفتش اول اثار في متحف المصري الموجود في مطار القاهره، وصاحبه محتوى على اليوتيوب. بكده خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده من مصر جميله، لكن كل يوم موجودين وفريق عمل جديد، ودايما مصر جميله.